أجرى طبيب هندي بنجاح 5 عمليات غير جراحية باستخدام روبوت على مجموعة من المرضى كانوا يبعدون عنه مسافة تزيد عن 30 كيلو مترا، واستعمل الطبيب الهندي تيجاس باتيل الروبوت لإجراء العملية المعروفة باسم التدخل التاجي عن طريق الجلد على المرضى. ورغم تسجيل بعض التأخير إلا أن الأمر لم يمثل مشكلة كبيرة مع نجاح جميع العمليات، وأوضح باتيل أنه يمكن إجراء عمليات مماثلة من مسافات أكبر قد تصل إلى 3000 كيلومتر إذا ما تم الاعتماد على الأساسيات والتقنيات الرئيسية ذاتها.